درعا المحطة 5/3/2012 تشييع الشهيد الشاب بإذن الله خلدون محمود خليفة قضى على يد عصابات الأسد. درعا المحطة 5/3/2012 تشييع الشاب الشهيد بإذن الله خلدون محمود خليفة قضى على يد عصابات الأسد وهو في منزله. تطويق الأمن بالقناصة وعناصر الأمن. تطويق الجامع بعناصر الأمن والقناصة لمنع خروج التشييع. الله أكبر. انتشار القناصة على الأسطح لمنع التشييع. درعا المحطة 5/3/2012 تشييع الشهيد بإذن الله خلدون محمود خليفة. انتشار القناصة على المباني المحيطة للجامع لمنع التشييع. الله أكبر الله أكبر.